دلوقتي هنروح نشوف مع بعض تقرير، بس قبل ما نروح نشوفه أحب أشرحه لكم ولكن بطريقة مختلفة. تخيلوا كده لما بنحس في حياتنا إننا مرهقين شوية أو تعبانين شوية أو مهدودين كده بالبلدي زي ما بنقول، ويمكن نشاطنا الجسماني مش بقوته ومش بكامل طاقته، بنعمل إيه على طول؟ بنجري، بناخد شوية فيتامينات ونبتدي نشوف إيه اللي تعبنا في جسمنا علشان نقدر نرجع تاني بكامل نشاطنا. تخيلوا بقى لما النفسية هي اللي تبقى محتاجة الفيتامينات دي، أو معنوياتنا تبقى هي اللي مرهقة وتبقى هي اللي مضغوطة، وبالذات طبعا الست، لأنه خلينا نتفق أنه الست المصرية والعربية بشكل عام بتقوم بأدوار كتيرة جدا في نفس الوقت، والحقيقة مطلوب منها أنها تعملها كلها على أكمل وجه، وده بيخلي أحيانا معنوياتها ونفسيتها وضغوط الحياة تبقى مش في أحسن حالتها. وعلشان كده هنقدر نعرف النهاردة من خلال تقرير صورناه، كاميرا يحكى أن راحت صورت حفل توقيع كتاب لطيف جدا اسمه النفسية محتاجة فيتامينات، نفسية 30 كبسولة لضمان مرونتك النفسية أو مرونتك النفسية، الكاتبة نانسي سميدة، علشان نقدر نعرف منها أكتر بقى إيه هي الفيتامينات اللي النفسية بتحتاجها. دلوقتي ممكن نشوف التقرير. الكتاب هو إصدار التاني ليا، الكتاب بعنوان النفسية محتاجة فيتامينات نفسية، وهو حقيقة كتاب بيلخص 30 كبسولة أو فيتامين نفسي لضمان المرونة النفسية. ويعني خلينا نقول 30 لأنه الشهر فيه 30 يوم، لكن الحقيقة يعني أنا شايفة أنه الناس محتاجة أكتر من كده، 365 كبسولة. كتاب لايت خفيف بيوصف مشاهد حياتية وقراءة عميقة لبعض المواقف الحياتية اللي بستخلص منها في النهاية فيتامين نفسي أو نصيحة نفسية للناس علشان يعني تقويهم وتساعدهم على الاستمرار في الحياة ومواجهة الصراعات. وفي بعد ما بنستخلص الفيتامين النفسي بنعمل زي وقفة مع النفس، بحيث أنه أي حد قرأ الكتاب وحس أنه هو هذا الفيتامين ناقص عنده، فبيعمل زي وقفة مع نفسه عشان يعرف هل أنا عندي المزيد من الفيتامينات ولا عندي نقص من الفيتامينات، وإيه اللي مفروض أعمله علشان أزود الفيتامين النفسي ده. هو كتاب موجه للجنسين، ولكن الحقيقة أعترف أن أنا وجهت فعلا للمرأة بصيغة المؤنث في بعض فصول الكتاب، وجهت لها بعض النصايح أو الفيتامينات النفسية. فصول الكتاب متقسمة، هم زي ما قلت 30 فصل بيصور مشهد حياتي، والمشهد الحياتي ده بيعتمد على شوية المحاكاة. الكتاب ده بالذات لم يستغرق سوى كتابته سوى يمكن شهر ونص، يمكن إصداري الأولاني هل أنت غبي عاطفيا كتبته فترة، يعني قعدت فترة لحد ما جمعت المعلومات اللي فيه، ولكن الكتاب ده بالذات لأنه أنا بعتبره رسالة من القلب للقلب، أو يعني تجميعة لحاجات يمكن مواقف شفتها في حياتي. وأيضا خلي بال حضرتك إحنا كأخصائيين نفسيين بنتأثر برضو بالتجارب اللي بتجيلنا في العيادات، وهو انعكاس برضو لآلام المرأة الصامتة اللي هي ممكن ما تكون محكمة بالضغوط المجتمعية والاعتقادات المعتقدات والموروثات المجتمعية من غير أنين، من غير ما حد يحس بيه. كتاب رائع جدا، سلس جدا، بسيط، بيدخل القلب، وفعلا هو محاكاة يومية لحياتنا. دكتور نانسي كاريزما، وهي طلعت الحاجات الحلوة اللي فيا من خلال إحنا الشغل مع بعض، طلعت الحاجات الحلوة، خليت أحب نفسي من جديد. كتاب رائع جدا، بيبقى في مصالحة مع النفس، يعني في حاجات زمان كانت مضايقاني مع الكتاب حسيت انها فعلا بتمر على اي حد فينا، وبيعلم الواحد ان هو يحترم نفسه او يريح نفسه، يدي لنفسه مساحة ريلاكس، ان اي انسان معرض ان هو يمر بظروف، يمر بمشاكل، يمر بحاجات، بس يخفف على نفسه. هو الكتاب انا بصنفه لايت، من نوعية الكتب اللي ما تزهقش انك تقراها، ما تاخدش وقت طويل انك تقراها، هي بالظبط هي كبسولات، وهي فعلا كبسولات. لكن عجبني تناول دكتور نانسي للكتاب بشكل مختلف، يعني عادة كتب علم النفس لما بقرا فيها بلاقي مثلا موضوع معين وبيتعمق قوي 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 ويدي مثال عليه وهكذا، هي الحقيقة لا، يعني بتدي لك مثال في كل حالة من الحالات، لكن أهم حاجة ان هي مختصرة to the point، والأهم من ده كمان انها في ظهر كل صفحة
صفحة من صفحات تجربة من التجارب هي حكتها، في حاجة اسمها وقفة مع النفس، تمرين صغير هي عاملاه كده، بعد ما تقرأ تعيش وتغربل تبص تلاقي نفسك عايز تحل التمرين ده وتشوف مين كان في حياتك وانت غربلته فعلا. أهم تمرين محتاجه الإنسان إنه هو يتصالح مع نفسه ويتصالح مع المحيط اللي حواليه.